أحسن الله إليكم. نأخذ علي من الرياض. تفضل يا علي. علي، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. والسلام. ورحمة الله. ورحمة الله. أبغى أسأل فضيلة الشيخ الله يحفظكم، أنا أخذت قرض من البنك. نعم. أبغى القرض هذا اللي زاد علي حالي مبلغ 4000 أو 6000، هل يعتبر هذا من الربا أو لا؟ طيب شكرا. نعم، القرض الذي فيه زيادة ربا. القرض الحسن هو أن ترد القرض بمقداره ولا تزد عليه. إذا كانت الزيادة مشروطة فإن هذا هو الربا الصريح. كل قرض جر نفعا فهو ربا، وقد أجمع العلماء على ذلك. أما القرض الحسن فهو الذي يقصد به الأجر والثواب ولا يشترط عليه زيادة، هذا هو القرض الحسن. نعم.